اول شيء انه فكره بيتشا كوتشا هي فكره جديده وحبيت اشاركها لانه هي كثير كويس انه الواحد دائما يشارك ويجرب شيء جديد. بعدين من ثاني ناحيه انا لما بعمل معارض في اوقات كثير ناس تجي وتتفرج على الصور بيشوفوها بلا تفسير بس بيشوفوها من الناحيه الفنيه، انه صوره كثير حلوه محطوطه بكادر حلو او انه فينيشينج حلو ومميز. مشان هيك لما الواحد بيعطي تفسير ببلش يشوفها من غير زاويه، وبعدها لما كل واحد بده يشوف صوري ببلش يفكر مثل ما انا بفكر وقت عم بعمل الصور. فهي ناحيه كثير ساعدتني بيتشا كوتشا انه اعطتني مجال انه اعطي تفسير و يعني بدك تقول انه تفسير بشكل كبير ضخم للاعمال ولقيت نجاح، فعلا لقيت نجاح. هلا انا بلشت تصوير من 2006، انا تعلمت تصوير لحالي كله لحالي. هلا هون شاركنا بالبيتشا كوتشا، هي الفكره يعني ما بعرف اذا الكل بيعرفها، هي الفكره انه بتحط سلايدات تحكي عنه 20 ثانيه، فكانت فكره كثير مميزه، وكمان عندك 20 ثانيه بس فما كثير انه تملي للجمهور. طبعا هي البيتشا كوتشا ثاني مره. طبعا هلا بدي احكي لكم عن التصوير، هلا في لقطات كثير ما شفتوهم. هلا الفكره انا قبل ما اصور فبحط الفكره ببالي انه بدي اطالع الفكره المعينه، مثلا انه بدي اطالع هذا الشخص انه عنده تامل او فكره انه يائس او فكره كذا، فانه بحاول انه اهيئ الظروف المناسبه لهالشيء، سواء كان الشخصيه المناسبه كالموديل او انه الاضاءه مثلا، ونشتغل عليها عده صور وبتطلع بالخير ناجحه. وطبعا في شغله كثير هامه بشغلي انه انا كثير بهتم بالبوست بروسيسنج، يعني اللي انه بعد ما تاخذ الصوره تحطها على الفوتوشوب او اجهزه بالكمبيوتر يعني وتعدل عليها كثير، انه هذا الشيء بخدمك انه توصل الفكره اكثر، يعني انه تعدل الالوان شوي كذا. فهي الفكره ببساطه. يعني التنظيم في عندنا اللجنه مؤلفه مني وانجيليك سانوسيان وبينو ميشويان، نحن ثلاثه اللجنه المنظمين. نحن بنقرر التاريخ طبعا بنقرره حسب طبعا العطل، حسب الفحوصات، حسب المدارس، حسب العطل الرسميه والاعياد، فبيكون شيء مناسب للكل. هلا قررنا هالتاريخ لانه بيكون في فضاوه يعني بين الفحوصات وكذا بالمدارس وبالجامعة كمان، فالموقع يعني التوقيت كان مناسب. أما بالنسبة للي عم بيشاركوا، نحن يعني حاطين بالويب سايت بنعلن انه في التاريخ المعين في المكان المعين رح نسوي البيتشا كوتشا رقم فرضا الاول او الثاني او الثالث. خبرتي كانت اني بتقديم الاثار وبتقديم الطبيعه وهيك، بس هلا دخلت في المجال اذا فينا نسميه الانساني، اني قدمت هالاشخاص اللي انا التقيت فيها وبتستاهل نتذكرها ونكرمها، لانه عطوا للعلم وعطوا للمجتمع الشيء الكثير، وبقوا لاخر ايامهم اللي توفوا واللي كبروا لاخر ايامهم هم عم يدرسوا وعم يعطوا للمجتمع وعم يعطوا للعلم الشيء الكبير. أنا بظن إنه الفنون كلها بتعبر عن وجهة نظر الفنان كيف بيرى الأمور بالحياة، خاصة التصوير اللي بيختلف من فنان لآخر لما بيصور ومن صورة لأخرى هي وجهة نظره للشغلة اللي بيشوفها. الأمور اللي بنصورها هي أمور حقيقية ولكن بتضل جزء من حقيقة بالرغم إنه هي حقيقية. اللي ردت أقوله اليوم إنه كل فنان بيختلف عن الآخر وكل صورة بتختلف عن الآخر، إنه هي وجهة نظر لنفس الشيء. هلا أنا بالبرزنتيشن تبعي حكيت عن الويب ديزاين أكثر، وكيف هو انه لجانب الشيء التصميمي تبعه كمان في شيء خدمي لازم يوصل معلومه معينه وبطريقه معينه. فانا بلشت بالاصل انا دراستي جرافيك ديزاين، بس هو اجتهاد شخصي الويب ديزاين مني، ولسه هيك ما كثير متعوب عليه بسوريا نحن عنا، فحاولت انه هيك نلقي الضوء عليه شوي يعني.